لو قدر لي ان اعيش يعني في البلد دي، انا هدفي في حياتي هو فكره نشر رياده الاعمال. الشباب بتاعنا يا شباب مفيش وظايف، انسى بقى فكره انك تروح تشتغل في الحكومه وان عضو مجلس الشعب بتاع الدايره يجيب لك وظيفه في شركه بترول. بطلوا بقى التفكير ده واتفرجوا الشباب الحلو اللي دخل مسابقه عمل ايه. تعالوا نشوف. احنا جايين كايفنت من ايم ستارت اب which is a competition، مسابقه بتتعمل لكل الشركات الناشئه اللي موجوده خارج وداخل الامارات عشان نوصلهم بالمستثمرين وبالgovernments وبالايكو سيستم كله الكامل بتاع الستارت اب عشان نساعده. اخترنا مصر من 8 دول، مع 8 دول رحنا فيهم. الستارت اب بلاتفورم في مصر غنيه جدا، قدم اكتر من 60 مشترك معانا واخترنا منهم 25. الكومبيتيشن كانت عاليه جدا، فلقينا انه لازم ان احنا نخلي مصر تيجي معانا. الحقيقه يعني كانت مناسبه جميله جدا ان احنا نتعرف على مجموعه من الافكار الجميله والشركات الناشئه اللي هي ليها بتعالج مشاكل حقيقية موجودة في سواء بلدنا أو في المنطقة كلها. الحمد لله احنا أخذنا المركز الثاني في الابتكار والممثلين عن مصر في المؤتمر الدولي اللي بيعقد في دبي، ثم إن شاء الله تصفيات هتتم في دبي لتمثيل الشركات في أمريكا. بدأنا فعلا استفدنا من المشروع، من المنتجات اللي احنا بنطلعها اللي هي خاصة بالتأمين الزراعي. احنا بنحاول تحافظ على درجة الحرارة الملائمة للزراعات الفواكه والخضروات بحيث انها تبعد عن التغيرات المناخية، من كان درجة حرارة أقل من الصفر أو أعلى من 35 درجة مئوية. فاحنا الأجهزة اللي عندنا بتتحكم في درجة الحرارة المحيطة، بتحاول تعمل تخليها مناسبة، وكل ده بيتم اوتوماتيك. وصاحب المزرعه من خلال الموبايل يقدر يتحكم في المزرعه بتاعته، يقدر يشوف ويراقب كل اللي بيحصل هناك بدون الاعتماد على العامل البشري. هنا الاخطاء بتقل، بيزيد الانتاجيه، بيزيد جوده المحصول. النهارده لسه كسبانين الكومبيتيشن بتاعت مصر، كان في 25 شركه في مصر ستارت ابس كلهم، كان يعني كنص جامده جدا. يعني احنا المشروع بتاعنا بيتارجت جدا مزارع السمك، في 6.5 مليون واحد شغالين في زراعه السمك في مصر، فاحنا لو افدنا 6.5 مليون واحد فاحنا كده افدنا بلد كتير. يعني احنا النهارده فزنا في مسابقه لرواد الاعمال الشباب. احنا كاورجينيرنج اللي بنعمله ان احنا عملنا جهاز بيساعد المصمم ان هو يعمل تصميمات تفاعليه، يعني ان هو يقدر يعمل ديزاين. مثلا نتخيل فاترينه محل فيها تصميم، حد عدى عند الفاترينه خبط عليها، التصميم ابتدى يتحرك فهو بيتفاعل مع الناس. الحاجات دي عشان تتعمل موضوع معقد، بيحتاج كودنج، بيحتاج مده طويله، فاحنا عملنا جهاز بيشيل خالص الاحتياج لانه مهندس يعمل كل الكودنج، وساعتها المصمم يقدر يعملها بكل سهوله. الحمد لله تم اختيار المشروع بتاعنا من ضمن الخمسه الفايزين عشان يشاركوا في ايم كومبيتيشن في دبي. انا شايف ان التكنولوجيا اللي احنا بنقدمها هتنقذ ناس كتيره. في ناس كتير قوي بتموت عن طريق التشخيص الخاطئ، عدم توفير البيانات لحظيا في غرف الطوارئ، دي كارثه مشكله. فاحنا شايف ان احنا الحمد لله التكنولوجي بتاعتنا بتكمبيت قوي مع سوليوشنز بره كتير قوي، والحل بتاعنا اسرع بكتير. الحمد لله بشكر ربنا سبحانه وتعالى على ان احنا خدنا المركز الاول، شركه اجرونا لتصنيع خشب التشيب بورد من المخلفات الزراعيه، وهنطلع مع زمايلنا ان شاء الله 4 شركات اخرى ممتازين برضو. هنطلع ان شاء الله دبي ونمثل مصر ان شاء الله تمثيل مشرف في اكثر الشركات ابداعا في المسابقه دي. بوجه للشباب بقول لهم الافكار لوحدها جميله، لكن الحكم دايما ان الفكره المحك بتاعها التطبيق. لو انت ما عندكش الدافع القوي وما عندكش الإرادة القوية ان انت تطبق فكرتك تبقى مشكلتك انت، لكن افكار اجري ورا فكرة، معاك فكرة اجري ورا فكرة، روح استشير ناس، خش في انكيوبيشن بروجرامز مع فينشر كابيتالز، اشتغل على نفسك اكتر، هتوصل بإذن الله مع المجهود والعزيمة والإصرار ويبقى عندك خطة جيدة هتوصل ان شاء الله. فالواحد عايز يحيي كل حد بيبقى عنده فكرة وبيقف وراها ويتعب عشانها، يعني كل التحية للناس اللي احنا عارفين انه عشان بس يخرجوا بشكل كده يجمع الافكار دي ويجمع مجموعة الشباب دول، تعبوا كتير واشتغلوا كتير على الموضوع. لا سؤال، شفتي الشباب الحلو ده؟ اكيد. يعني انا بس ده اللي انا عايز اوصله، ان مصر زي ما فيها شباب محبط وعايز يهج منها موجود،
موجود شباب كله امل وبيفكر لبكره وعايز يبقى حاجه وشغال على نفسه. دي حاجه يعني نذكر دي ونذكر دي. بمناسبه بقى اللي بيشتغل على نفسه عايز احكي لك قصه. كل شحاتين المهندسين حاليا اشتغلوا على نفسهم. عملوا ايه بقى؟ اتعلموا سوري. يعني نفس الشحاته المحترفه اللي كانت بتقف في اشاره جامعه الدول اديني يا ابني 2 جنيه عشان ربنا يكرمك ولا 5 جنيه كل ما تشوفني ايه يا حبيبي هيك انا بربي يتام. اقول لها يا ولية عيب يا ولية ده انت محمد يعني واحنا عارفينك من زمان. انا اقدر يا جماعه الشحات اللي بيشتغل على نفسه ويتعلم يتكلم سوري عشان يطور نفسه. وطول ما انت ابو عمار تقدر تشحت بالدولار يا راجل حرام عليك. طيب خلونا نروح لشباب ملهم وفي مواقع القياده والمسؤوليه. كنا دايما نقول كده انه المحليات هي التحدي الحقيقي اللي قصاد بلدنا كلها في الحرب اللي جايه. يعني اذا كانت الرقابه الاداريه عم بتسن يعني حرب شرسه ضد الفساد وبيحاولوا قدر ما يقدروا، لكن انه المحليات تحدي كبير جاي وعارفين ان احنا لسه ما تحطش ايدينا فيه. لما بنشوف شباب في مواقع قيادة ومسؤولية وبالتحديد في المواقع دي اللي تخص الرئاسة مدن وحاجة تخص المحليات بنبقى عندنا ليهم 1000 سؤال وعندنا 1000 استفسار عن الموضوع ده. فالنهاردة الشباب القادة اللي منورنا هم المهندس أحمد إبراهيم رئيس مدينة الشيخ زايد والمهندس شريف مجدي حسين رئيس جهاز مدينة الشروق. ده في فقرتنا الختامية، لكن بعد الفاصل الأسبوع في أرقام أو أرقام الأسبوع بعد الفاصل.